مرحبا، احنا اليوم بعرب نت الرياض ومعنا محمد جبر من موقع موضوع، هو مؤسس موقع موضوع دوت كوم. اهلا وسهلا فيك محمد. اهلا فيك. تحكي لنا شوي عن ايش هو موقع موضوع دوت كوم. موقع موضوع دوت كوم هو موقع لاثراء المحتوى العربي على الانترنت. المحتوى العربي على الانترنت زي ما بنعرف عليه طلب هائل، والجودة تاعت المقالات الموجودة على الانترنت جودة مش عالية. احنا حاولنا في بدايات شغلنا على الموقع ان نسوي دراسة تسويقية، درسنا حاجة السوق وعدد الطلب على جميع المصطلحات بمحركات البحث باللغة العربية، وجدنا انه هناك كثير من هاي المصطلحات عليها طلب عالي وبنفس الوقت ما فيها محتوى ذو جودة عالية، فبلشنا نغطي هاي المصطلحات بمقالات لها جودة عالية بحيث ان نغطي الفجوة في المحتوى العربي على الانترنت. وتحكي لنا عن منصة ويكيميديا اللي انتم بتستخدموها من داخل موقع موضوع دوت كوم. بتنصح شركات ناشئة او رياديين بدهم يعملوا مواقع على الانترنت للمحتوى العربي انهم يستخدموا هاي المنصة، وايش في مشاكل بتواجه اللي بيستخدموا هاي المنصة؟ نعم. هلا من الاشياء اللي بتميز موقع موضوع دوت كوم انه مبني على منصة ميديا ويكي اللي هو نفس اللغة السكريبت اللي استعملوه ويكيبيديا. اللي بيميز هذا البرمجية انه بيمكن المستخدم من التعديل على نفس المقال، بحيث انه اي معلومة جديدة ممكن اي مستخدم يشوف انها مفيدة لكل القراء يضيفها دايركت على المقال وتوصلنا، واحنا بنسوي لها زي ما تحكي موافقة ونتأكد من صحتها بعدين ننشرها على السايت. هلا الاشي السلبي بالميديا ويكي انه شوي مش يوزر فريندلي، والمستخدم بحاجة انه يكون عنده كودينج باك جراوند عشان يعدل على المقالات. احنا حاولنا نشتغل على هاي النقطة ونطور نيو اكستنشن بحيث انها تخليها سهلة للمستخدم. وتحكي لنا عن كيف بيستطيع اي مدون او اي كاتب على الانترنت انه يستفيد من موقع موضوع دوت كوم. هلا موضوع هو منصة لنشر المواضيع، فبالتالي اي مدون بامكانه انه ينشر مواضيع ومقالاته عندنا على الموقع ويسوي لحاله اكسبوجر للمجتمع اللي بيجي بزورنا. حاليا عدد الزيارات عندنا 600,000 شهريا، فهاي اكسبوجر كبير ممكن لاي مدون انه يستفيد منها. وبرضه حابين نعرف منك ايش في كلمات او كيوردز معينه باللغه العربيه المستخدمين العرب عم بيبحثوا عنها بس ما عم بيلاقوها. هلا بشكل عام الكيوردز المستعمله هاي قائمه، يعني طلعت معنا قائمه كبيره، طلع معنا تقريبا 24 مليون كيوردز، صفينا منهم تقريبا 6 مليون. مش راح اقدر اغطيها كلها هون، بس بشكل عام المستخدم العربي بيدور بمجالات التسليه، الالعاب، شغلات الثقافيه، شغلات كيف يتعلم مثلا الطبيب، كيف يتعلم مختلف الامور، فهي بدك تحكي تسليه، العاب، اسئله، يعني جميع مختلف المواضيع. وشكرا لك محمد، واهلا وسهلا فيك على تكسبورت. ولا يهمك.